course of physical pharmacy is very important in pharmaceutical industry. كورس صناعة الصيدلة الفيزيائية في غاية الأهمية في الصناعة الصيدلانية أو الصيدلية، ليه فايدة كبيرة جدا وخصوصا في عملية البحث العلمي على أساس الفيزيكال فارماسي أو الصيدلة الفيزيائية. بتقوم الصناعات الدوائية لأنها بتدخل في دراسة بعض العوامل المؤثرة على الدراج ابزوربشن، امتصاص الدراج او تفتته في الحالات الصلبه، او الديزنتجريشن او التفتت او امتصاص، واغراض اخرى. وفي الفلوابيليتي بتاثر على حاجات كتيره. عشان كده بنقول ان هذا الكورس this course is very important in pharmaceutical application. By the end of this course, the student should be able to. لما الطالب ينتهي من دراسة هذا الكورس الذي اعتبره كورس، هنقول كورس يعني بيدي ability للتفكير العلمي، مقدرة للتفكير العلمي والابتكار. الطالب هيكون عارف ان هو يفرق ازاي يعمل differentiation between surface tension و interfacial tension، يفرق بين الظاهرتين، الظاهرة التي تحدث عند السطح والظاهرة التي تحدث بين سائلين غير متجانسين. الحاجة الثانية ان هو هيقدر يعرف الفيزيكو كيميكال بيهيفير او التصرف بتاع التصرف الفيزيائي الكيميائي للمولوكيولز الموجودة عندي في السوليوشن. يقدر ان هو يعرف حاجات كتيرة، يعرف البرنسبلز او الاساس التي بنيت عليها تصميم العوادي الجرعات الدوائية او التصميم الدوائي. ممكن هيعرف الفورميليشنز الصحيحة التي تقوم على الفيزيكال فارماسي برينسيبلز عشان نحصل على منتج طبي رائع له تأثير طبي جميل او مفيد للمريض. عندنا امثلة ليها زي اللي هي أدوية الشراب، الشرب اللي هي السيرب، وفي السسبنشنز المعلقات، وفي الإمالشنز اللي هي المستحلبات الدهنية. ممكن هيعرف الفارماسيوتيكال كالكوليشنز التي تقوم على العمليات التي تهدف إلى حساب الجرعات الدوائية المنضبطة حتى لا تحدث آثار جانبية، وحتى نضمن الامتصاص الكامل للدرج بدون تأثير يذكر عليها من أعضاء الجسم. The first lecture today we are going to discuss surface and interfacial phenomena. Types of boundaries between different phases. بتشمل في الجاز جاز او البيبر بيبر، وفي ليكويد ليكويد، وفي ليكويد بيبر، وفي عندي السوليد بيبر، وبعدين السوليد ليكويد. اللي يهمنا هنا في الدراسه اللي هي الباوندز بتوين بيبر او الاير وبين الليكويد وبين تو اميسيبل ليكويدز. دول ذا موست امبورتنت باوندرز فور ديفرنت فيزز. Forces of attraction between different molecules. There are two types of forces of attraction. The first type known as cohesive force اللي هي القوة الضامة. وفي هذه الحالة بنلاقي ان المولكيولز كلها similar to each other، يعني كلها نفس الليكويد. هذا النوع من الفورسز او الفورسز اوف اتراكشنز، هذا النوع من قوة التجاذب التي توجد في الليكويد بتكون بين الليكويد نفسه، الليكويد نفسه وليس ليكويد اخر، بتحدث بين جزيئات الليكويد الواحد. وفي هذه الحالة بنقول ان هي قوة ضامة لهذه المولكيولز الخاصة بهذا الليكويد، زي الووتر فور اكزامبل، الووتر، الكحول، الاويلز، كل ليكويد ليه الكوهيسيف فورس الخاصة بيه.
النوع الثاني بسميه الادهيسيف فورس، ودي بتب بتوين ديفرنت مولكيولز، يعني مولكيولز بتوين مولكيولز اوف تو ديفرنت ليكويدز او ليكويدز مختلفه زي الاويل والووتر. في هذه الحاله بنقول ان الفورس بين الاويل والووتر بسميها الادهيسيف فورس. ادهيسيف فورس مينز ان هي القوى المنتشره، يعني ممكن ايه تنتشر، يعني تبقى خارج الليكويد نفسه، ممكن تربط تو ليكويدز مع بعضيهم. وبذلك بنقول الابلكيشن بتاع الكوهيسيف فورس الخاص بالكوهيسيف فورس او الادهيسيف فورس ان هو بيأثر على الميسيبيليتي اوف ليكويدز ويز ايتش اذر. طيب if the cohesive force is greater than adhesive force بنقول ان الليكويدز هتكون immiscible، مش هتمتزج مع بعضها، لن تمتزج مع بعضها اطلاقا، لان الفورسز هنا بتكون بتشجع على ضم الليكويد بنفسه، ما يحصلش ليه اي اشتراك مع ليكويد تاني. يعني كلما زاد الكويسو فورس كلما قلت الميسيبيليتي او الامتزاج الليكويدز مع بعضها. adversely على النقيض، if adhesive force is greater than cohesive force this will lead to an increase in miscibility of liquids. يعني لو خدنا مثلا في هذه الحاله الميسيبيليتي بتزيد، لو خدنا حاله في المثال الاولانيه لما يكون الكويسيف فورس عاليه معناها ان ما بقاش فيه ميسيبيليتي، يبقى في ما فيش فيسيبيليتي، هيبقى ميسيبيليتي او الميسيبيليتي بتبقى منعدمه. فور اكزامبل الووتر والاويل، هنلاقي الووتر والاويل مش ممتزجين مع بعض او امتزاج لدرجه قليله جدا لا تذكر. بينما لو قلنا الادهيسيف فورس اعلى من الكويسيف فورس كما في حاله الووتر مع الالكوهول، هنلاقي ان في ميسيبيليتي عاليه جدا، ده ناتج من ان الادهيسيف فورس ماتش جريتر ذان ذا كوهيسيف فورس. هنتكلم هنا على الابلكيشن اوف ادهيسيف اند كوهيسيف فورسز. ذا فيرست ابلكيشن، اول تطبيق عندنا الويتابيليتي اللي هي درجه التبلل. باختصار بنقول ان الويتابيليتي بتزيد كلما زادت الادهيسيف فورسز، يعني كلما زادت عندي الادهيسيف فورس بتزيد الويتابيليتي. اند كونفرسلي على النقيض، لو زادت الكوهيسيف فورس هنلاقي الويتابيليتي بتقل. ده بالنسبه للويتابيليتي باختصار شديد، ان هي بتعتمد على الادهيسيف والكوهيسيف فورس. لما تزيد الادهيسيف فورس يبقى الويتابيليتي بتزيد، اند فايس فيرسا، والعكس صحيح. ذا سكند ابلكيشن او التطبيق الثاني از كابيلاريتي. هنلاقي في حاله الليكويد فور اكزامبل ووتر بيحصل رايزنج في الكابيلاري تيوب. واي؟ بيكوز. ليه؟ لان السبب ان هنا الادهيسيف فورس بتوين جلاس وول اند ووتر much greater than cohesive force between the water molecules or the glass molecules. في هذه الحالة بنقول إن الووتر rises في الكابيلاري تيوب and forms ويكون ما يسمى بالكونكيف سيرفيس. كونكيف يعني مقعر، يبقى المينسكس اللي فوق بيديني المينسكس أو اللي هو السطح العلوي بتاع الليكويد اللي عندي بسميه المينسكس، بيديني كونكيف مقعر. conversely على النقيض، هنلاقي ان في حاله الزئبق هنلاقي ان الزئبق ما بيرتفعش بالكابيلاري تيوب. واي؟ هنا بنقول ان الكوهيسيف فورس بتوين الميركوري مولكيولز اور الجلاس مولكيولز ماتش جريتر ذان ذا ادهيسيف فورسز بتوين الجلاس وبتوين الميركوري. في هذه الحاله هنلاقي ان الميركوري بيظل موجود في البوتوم بتاع الخاص بالثرمومتر، ويديني ما يسمى بالكونفكس سيرفيس او الكونفكس منسكس اللي هو بيبقى شكل محدب. عشان نقيس درجه الحراره بنعمل شيك الترمومتر عشان نخلي الترمومتر الزئبق يرتفع ونقيس درجه الحراره. هنتكلم على ظاهرتين مهمتين في الفيزيكال فارماسي اللي هي بتشمل السيرفيس تنشن وانترفيشال تنشن. هذه الظواهر اللي ممكن نشوفها في الطبيعه وفي حياتنا بيتحكم فيها السيرفيس تنشن. هنلاقي ان السكينج اوف موسكيتو على السيرفيس اوف بوندز، ان السيرفيس اوف ليكويدز، ان تلاقي بعض البعوض ممكن يمشي على سطح الماء، ده بفعل السيرفيس تنشن. هنلاقي ان عندي لو خدنا ابره خياطه او نيدل او
بقول عليها ألومنيوم كوين، عملة معدنية من الألومنيوم الخفيف، ممكن يحصل لها فلوتنج على السيرفس اوف ليكويد. الرينز الأمطار بتنزل على شكل دروبس، بناخد شاور تلاقي المايه نازلة على شكل دروبس. كل دي حاجات بيفسرها السيرفس تنشن، دي ظواهر بيفسرها السيرفس تنشن، لأن بيجعل السيرفس عندنا بيبقى مرن إلاستيك زي الإلاستيك بالظبط. وبالسهولة المرونة دي بتدي بتكسب المادة اللي هي على السطح سهولة في أداء المهمة بتاعتها، إذا كان سكيينج ولا فلوتينج أو شكل دروبس إلى آخره. The separator between two phases is known as boundary. الفاصل الموجود بين وسطين بسميه boundary، أو الباوندري الفاصل بين التو فيزز. يبقى السيباريتور ده بسميه باوندري. طيب عندي حالتين، if the boundary between any liquid such as water or oil and air or vapor, boundary in this case is known as surface, and force acting على this surface is known as surface tension. Again, يبقى في هذه الحالة if the boundary between two phases, one of which is air and the other is liquid such as water, oil, benzene and so on, in this case the boundary is known as surface, and the force acting in this surface is known as surface tension. The unit of surface tension is dyne per centimeter. In other words or conversely على النقيض، لو في عندي هذا الباوندري، this boundary between two immiscible liquid, air is excluded here، مفيش هوا هنا خالص، مفيش هوا ولا فيبر. لو عندي هنا هذا الباوندري between two immiscible liquids for example water and oil، يبقى في هذه الحالة الباوندري between oil and water، الاويل هيحصل له floating على السيرفس، و هيبقى فيه عائق بينهم او boundary between الاويل والووتر. In this case the boundary is known as interphase. Interphase interface and forcing acting on interphase is known as interfacial tension. Interfacial tension. It has the same unit of surface tension. The unit is dyne per centimeter. Again, if the boundary between two immiscible liquids, for example, water and oil, water, benzene, and so on, المهم هنا ان the two liquids are immiscible. هنقول هنا ان the boundary be known as interphase. والforce acting عليه على الانترفيس ده اللي هو العائق اللي بتوين او العازل بتوين المية والاويل او المية والبنزين، بسميه الفرصة دي interfacial tension، وليها نفس اليونت بتاع الخاصة بالsurface tension اللي هي داين بير سنتيمتر. This figure depicts the forces of attraction between each other in bulk of liquid and in bulk of gas and between gas and liquid. هنلاقي هنا ان في الانترفيس اللي هو بقول عليه السيرفس في هذه الحاله، لان عندي ليكويد اهو وعندي جاز، يبقى الانترفيس ده ما بقولش عليه انترفيس، بقول عليه ايه ده بسميه سيرفس اللي هو الباوندري. يعني كلمه انترفيس دي مجازا مكتوبه بعتبرها خطا، بقول عليها في هذه الحاله الباوندري ده بسميه سيرفس، لان هنا في عندي جاز اللي هو الاير وفي عندي ليكويد، يبقى ده بسميه سيرفس. يبقى between gas and liquid بسميه surface اللي هو between gas and liquid. وهذه هي الفورسز اللي هي بالاحمر دي، اللي هي الفورسز of attraction between the molecules in the same liquid، ودي اللي بالازرق دي between الفورسز of attraction between gas molecules، وهنا الفورسز of attraction between liquid and gas اللي هي بسميها في هذه الحالة الادهيسيف فورسز.
يعني الادهيسيف فورس الظاهرة عندي عند السطح اهو زي ما انتم شايفين بين الاثنين، لكن اللي جوه دي بسميها الكويسيف فورس، وهنا في الجاز برضو بسميها الكويسيف فورس. يبقى داخل الليكويد نفسه او داخل الفيز نفسها بسميها كويسيف فورس، هنا بسميها كويسيف فورس، وهنا بسميها كويسيف فورس في حاله الجاز، لكن بتوين جاز اند ليكويد بسميها الادهيسيف فورس. هنتكلم بالتفصيل عن السيرفيس تنشن اللي هو الرمز بتاعه بنرمز له بالجاما. لو نفترض ان احنا عندنا بيكر فيه ووتر، بيكر كونتيننج ووتر، هنجد ان فيه الفورسز اوف اتراكشن الناتجه في داخل الليكويد وعند السطح بتحاول تعمل بول للسيرفيس او المينيسكس اوف ووتر داونوردز، ذيرفور بنحصل على الكونكيف سيرفيس، الكونكيف اللي هو الشكل المقعر. مفيش على السيرفيس فورسز اوف اتراكشن خالص اللي هي غير الهواء، والهواء ضعيف بالنسبه للووتر. الموليكولز اوف اير بتكون طبعا الفورس اوف اتراكشن بتكون ضعيفه، وبالتالي بيحصل بول فتنشا ما يسمى بقوه السيرفيس تنشن. يبقى قوه السيرفيس تنشن التي تنشا حتى تجعل بتحاول انها تخلي ان الميه دي تاخد شكل سفيريكال اللي هو اصغر حاجه. فليه القوه دي بتنشا؟ عشان تعمل كاونتر بالانس، تعادل الانورد بول اوف ليكويد، وبالتالي بينشا الغشاء المطاطي. يبقى المنسكس عندي بيبقى زي ما يكون غشاء مطاطي سن الاستيك لاير، المنسكس بيبقى كده ناتج نتيجه قوه الشد بين الانورد فورسز بتاع الكوهيسيف فورس الخاصه بالكوهيسيف فورس بتاعت الووتر او الليكويد اللي عندي، وقوه السيرفيس تنشن الناشئه على السطح او بسميها التوتر السطحي. يبقى السيرفيس تنشن بيأثر فقط على السطح، خلي بالكم من النقطه دي. يبقى التوتر السطحي او السيرفيس تنشن هذه ظاهره تحدث على سطح السوائل وليس في الانترفيز، عشان كده بين الانترفيز ما بقولش فيه سيرفيس تنشن بين الووتر والاويل، لا بقول عليها انترفيشال تنشن لانها بين تو اميسبل ليكويد. لكن هنا على السطح لما يكون عندي ليكويد وعندي اير بقول هنا القوه الناشئه بتكون قوه سطحيه فقط على السطح، سطح الليكويد نفسه عند المنسكس، عشان تعمل كاونتر بالانس للانورد بول الشد للداخل عشان تعاد، والا كنا هنجد كل الليكويد كله يديني فجوه ومفيش هيبقاش فيه ليكويد وهيطلع بره الاطار بتاعنا. وبالتالي سبحان الله ظاهره تنشا على السطح، ظاهره تنشا على السطح تو كاونتر بالانس ذا انورد بول عشان نحفظ على ما يسمى اللي هو ما يسمى الاسترتشد الاستيك ممبرين على المينسكس اوف ليكويد. This figure depicts the struggle between the inward pull and surface tension. هذا الدياجرام بيوضح الصراع بين الانورد بول قوة الشد للداخل وقوة السيرفيس تنشن عند السطح. يبقى الانبورد وول اللي هي الحاجات الداخلية بالاحمر دي اللي علامة زائد اللي بالداخل الليكويد، وعندنا الصراع في السيرفيس تنشن اللي هو عند السطح. السيرفيس تنشن بيحاول يوصلنا لأصغر سيرفيس، وأصغر سيرفيس اللي هي الدروب، يوصلنا بيحاول يوصل الليكويد اللي عندي انه ياخد شكله دروب عندي. عشان كده المطر لما بينزل او واخد شكل دروب نتيجه تاثير السيرفيس تنشن. فهنا هنلاقي الانورد بول بيحكم بواسطه السيرفيس كونتراكشن او السيرفيس تنشن اللي عندي اللي بيحاول يعمل سكويزنج للسيرفيس عشان يوصله لشكل دروب عندنا، اللي هي تعتبر اصغر شيء للسيرفيس اريا. definition of surface tension. بنعرف السيرفيس تنشن اللي هو الفورس ان داين اكتنج بارل تو ذا سيرفيس. يبقى الفورس بير داين بير يونت لينس اللي بتاثر موازيا على السطح موازيه له بارل تو ذا سيرفيس. ليه الهدف منها؟ تو كاونتر بالانس عشان تعادل ذا انورد بول.
اليونت الخاصه بالسيرفيس ستيشن داين بير سنتيمتر. كتير بيخطا فيها ويقول داين بير سنتيمتر سكوير، ده خطا، لان هنا السيرفيس ستيشن بيأثر على وحده الاطوال لا اللي هي بالسنتيمتر، وليس وحده المساحات اللي هي بالسنتيمتر مربع. يبقى الصح ان احنا نقول اليونت الخاصه بالسيرفيس ستيشن او الانترفيشال تنشن بنقول داين بير سنتيمتر اند نوت، وليس داين بير سنتيمتر سكوير. نخلي بالنا من الكلام ده كويس جدا. سيرفيس انرجي اور سيرفيس فري انرجي، هذه الفورس الرايزز بتنشا اد سيرفيس نتيجه الستراجلنج او الكفاح ما بين قوه الشد للداخل انورد بول اند سيرفيس تنشن، بتنشا عند السطح ما يسمى بالسيرفيس انرجي او بسميها سيرفيس فري انرجي، ودي بتساوي عباره عن ايه؟ الجاما اللي هو السيرفيس تنشن مضروبه في التغير في مساحه السطح. يعني هنا بنقول ان دبليو اللي هي بسميها السيرفيس فري انرجي او بنطلق عليه الورك الشغل اللي هو الدبليو بيساوي الجاما مضروبه في دلتا ايه؟ جاما اللي هي السيرفيس تنشن، وعرفنا اليونت بتاعته من شويه اللي هي داين بير سنتيمتر، والتغير في المساحه اللي حادثه في السطح نتيجه هذا السيرفيس فري انرجي اللي هي بنقول عليها دلتا اي. يعني عندي مساحه في الاول ومساحه في النهايه، لو ما فيش، لو المساحه صفر التغير دلتا اتش بصفر، يبقى انا ما عملتش اي ورك خالص، ما فيش سيرفيس فري انرجي. لازم يبذل ورك، عشان يبذل ورك ان احرك الشيء من مكان لمكان، عشان يحصل ورك لابد ان الشيء يتحير يتحرك من مكان لمكان، والا هيبقى مجهود على الفاضي ان بين يعني دون جدوى. يبقى لابد ان احنا نقول عشان يبقى في عندي ورك او سيرفيس فري انرجي لابد ان تبقى عندنا دلتا ايه بفاليو معينه بقيمه معينه، او لو في مسافات يبقى دلتا ال مثلا، يبقى لازم في تغير. لو بصفر يبقى انا ما عملتش الشغل، يبقى الشغل ده على الفاضي. يبقى عشان ننتج نحصل على السيرفيس فري انرجي باخد الجامع عندي السيرفيس تنشن الخاص بالليكويد اللي عندي، والتغير في مساحه السطح اللي هي حتى اللي بتقاس الكترونيكالي باجهزه معينه. يبقى احنا عرفنا ان الورك بيساوي الجاما مضروبه بدلتا ايه، او عاوز اجيب الجاما بيبقى هنا الورك مقسوم على الدلتا ايه. يعني الورك دي من هو الوحده الاكبر او السيرفيس فري انرجي، الورك هو السيرفيس فري انرجي بيساوي الجاما ملتبلايد باي دلتا ايه اللي هي التغير في مساحه السطح. انترفيشال تنشن، زي ما عرفنا قبل كده وقلنا ان الانترفيشال تنشن بيؤثر على الانترفيس بين تو انميسبل ليكويدز. فور اكزامبل اويل اند ووتر، في عندي كربون تترا كلورايد او كلوروفورم مع الووتر بتديني انترفيس او باوندر بتوين ذا تو انميسبل ليكويدز. بنعرفه بنقول ان هو الفورس اكتنج از ذا انترفيس بتوين تو انميسبل ليكويدز، واليونت بتاعته قلنا داين بير سنتيمتر. الفيجرز تو فيجرز بيوروا الاويل والووتر، وعندي في الووتر والكربون تتر كلورايد والبنزين والووتر والبنزين والكلوروفورم، هتلاقي ان في سيباريشن او بسميه هنا في هذه الحاله ما بنقولش سيرفيس بنقول انترفيز، والفورس اللي بتاثر على الانترفيز بسميها انترفيشال تنشن، واليونت بتاعته زي ما اتفقنا هي نفس اليونت بتاعه السيرفيس تنشن وهي الداين بير سنتيمتر. Measurements of surface tension الجاما and the interfacial tension، ازاي الطرق المختلفة اللي بنقيس بيها السيرفيس تنشن او الانترفيشال تنشن. عندنا اول طريقة the first method is capillary rise method، ودي بتعتمد depends on rising of liquid in capillary tubes، والايكويشن بتاعتها بتقول ان جاما بتساوي نص مضروب في HRDG where H is the height of liquid in capillary tube calculated from the surface at the point at which the liquid stop as shown in figure. R radius of capillary tube. D اللي هي عندي density of liquid under test اللي هي بتبقى اليونت بتاعت جرام بير كيوبيك سنتيمتر. وفي عندي اللي هي G اللي هي عجلة الجاذبية الجرافيتيشنال فورس، عجلة الجاذبية الأرضية اللي هي 980 سنتيمتر بير سكند سكوير.
كالكوليشن بسيط جدا ما فيهوش اي مشكله خالص. الطريقه الثانيه اللي هي رينج ميثود او تنسيومتر ميثود او دينوايي تنسيومتر، كلها بمعنى واحد، ودي بتعتمد على ما يسمى بالديتاش منت فورس اللي هي قوه النزع للرنج اللي موجوده على السيرفيس اوف ليكويد. وفي هذه الحاله بنقول ان ديتاشمنت فورس دي بتسجل الكترونيكالي باستخدام الجهاز، وبنستخدم الاكويشن الخاصه بالحساب ازاي نحسب السيرفيس تنشن باستخدام الديتاشمنت فورس، بتبقى مقسومه على السيركمفيرنس المحيط بتاع الرنج اللي عندنا، بنحصل على السيرفيس تنشن، وهنشوف الكلام ده في اكزامبل محلول باذن الله. دي الرينج ميثود بمقطع بيورينا ازاي بيتم النزع. طبعا عمليه بنحط الرينج دي بتبقى من الإريديوم او البلاتينم على السيرفيس اوف ليكويد، وبندوس على زرار في الجهاز بيجي شادد الرينج دي بخيط لاعلى بينزعها، في نفس الوقت بيحصل ريكوردنج للديتاشمنت فورس بتسجل، بناخدها ونحسب منها السيرفيس تنشن من القانون اللي هيجينا. القانون اللي جاي بعد كده باذن الله هنحسب منه وناخد عليه اكزامبل في حل ازاي نوجد السيرفيس تنشن. ده القانون اللي عندنا اللي بيودينا ان الديتاشمنت فورس بتساوي محيط الرنج اللي عندي 2 باي ار مضروبه في الجاما اللي هي السيرفيس تنشن. لو عملنا ري ارنجمنت الايكويشن هنلاقي ان الجاما بتساوي الاف مقسومه على 2 باي ار. الاف از ذا ديتاشمنت فورس ان داين، بتبقى بالداين طبعا. الار الرنج ريديوس بيكون بالسنتيمتر. هنشرح مع بعض مساله هاو كان وي كالكوليت سيرفيس تنشن يوزنج اريديوم رينج او ديتاشمنت فورس يوزنج نوايي تنسيومتر او رينج ميثود. مديني هنا السيرفيس اريا اوف رينج 153.86 سنتيمتر سكوير. It was found that the detachment force اللي هي الاف required to detach the iridium ring from the surface of liquid is 3200.2 داين. Calculate the surface tension of liquid، ومديني الباي 3.14. عشان نحل المسألة دي هو مديني السيرفيس اريا بسجلها تحت ايه في الموجودات عندي عشان تبقى سهلة، ومديني هنا القانون بتاعي انا عارفه، ومديني هنا الديتاشمنت فورس، يبقى من السهل ان انا احسب السيرفيس تنشن. 3.14 هنا مديني هنا مساحه سطح، يبقى لازم اجيب منها الريديوس عشان استخدمه في المحيط. يبقى هنا بجيب في هذه الحاله بقول ان الرقم ده اللي هو 153.86 بقسمه على 3.14 هيديني الار سكوير، هجيب الجذر التربيعي للار سكوير هيديني الار، تطلع 7 سنتيمتر، وبعد بطبق القانون الجاما بتساوي الاف مقسومه على 2 باي ار اللي هو محيط الرنج، يبقى اللي كان ناقص عندي الار وجبتها، بقول ال 3200.29 داين بالسنتيمتر مقسومه على الاثنين مضروبه في 3.14 مضروبه في 7 سم اللي هي حسبناها الريديوس، وبالتالي بيطلع لي السيرفيس تنشن عندي 72.8 داين بالسنتيمتر. وعاوزك تحفظ الرقم ده زي اسمك اللي هو بتاع الميه، الحاجه اللي هي الكونكريت، الحاجه الكاركترستيك لازم نحفظها. يبقى بنقول هنا الداين بير سنتيمتر بتاع الديستل ووتر 72.8 داين بالسنتيمتر. كيب ان يور مايند. الطريقة الثالثة لحساب السيرفيس تنشن، ودي اللي هتشتغلوها بإذن الله عملي في المعمل، اللي هي الدروب ويت اند دروب فوليوم ميثود. دي باختصار بنقول ان الام جي، القانون بتاعها بيقول الام جي بتساوي 2 باي ار جاما. الام اللي هي الماس بتاع كتلة 1 دروب مضروبة في الجرافيتيشنال فورس، قوة الجاذبية الأرضية، بتساوي 2 باي مضروبة في الريديوس بتاع الكابيلاري تيوب اللي عندي مضروبة في الجاما اللي هي وحدتها عارفينها اللي هي داين بير سنتيمتر. بنستخدم عندنا في هذه الحالة الووتر ديستل ووتر از ستاندرد، وبنستخدم التست ليكويد بتاعنا باستخدام استلاجمومتر. القانون النهائي بيقول جاما بيكون جاما واحد على جاما اتنين بيساوي
الام واحد على الام اتنين بتساوي الان تو دي ون مقسوبة على الان ون دي تو، او القانون النهائي بنقول يعني مجازا جاما واحد على جاما اتنين بتساوي ان تو على ان ون. ان هي النمبر اوف دروبس اللي هتنزل من جهاز استلاجمومتر، بيستخدم في هذه التجربة بيسميها الاستلاجمومتر، جهاز استلاجمومتر تشتغلوه عملي باذن الله، وهتشرح لكم بوضوح وهتفهموها على الطبيعة وبمشيئة الله اكون معاكم في العملي عشان نراجع مع بعضينا المحاضرات اللي انتوا قراتوها ومش فاهمينها، ممكن نوضح بعض النقاط. هنا هنتكلم على السيجنيفيكانس اوف سيرفيس تنشن او الامبورتانس اوف سيرفيس تنشن. كلمه سيجنيفيكانس يعني مغزاء ايه؟ اول حاجه نمبر 1 في السيجنيفيكانس بتاعه ان هو ممكن يشرح لي بعض الظواهر زي السبريدنج اوف ليكويدز، سبريدنج اوف ليكويد اوفر انذر ليكويد، بيشرح لي الكونتاكت انجل بتوين ليكويد اند سوليد او ليكويد وليكويد، بيشرحها بالتفصيل. ثاني حاجه او ثالث حاجه بيشرح لي الفيزيكو كيميكال بيهيفير اوف ليكويدز اندر اكزامينيشن نمبر، ممكن يشرح لي تفسير بعض الظواهر اللي مش واضحه. ثالث حاجه ان هو ممكن بيشرح لي الشيب اللي ناتج عندي بتاع بعض الليكويدز والديجري اوف كونتاكت اوف ليكويدز وذ ايتش اذر. بيوضح لي ايضا في السيجنيفيكانس، بنكمل في السيجنيفيكانس، الويتنج اوف سبستانس، الويتنج اوف سيرفيسز، بيفسرها لي، بيفسر لي الكابيلرز اللي احنا اتكلمنا عليها ازاي بيحصل رايز للليكويد او عدم الصعود في الليكويد في الكابيلري تيوبس، كل ده بيفسرها لي السيرفيس تنشن. ممكن بيفصل لي الاكشن اوف ديتيرجنتس والانتي فروسنج والفروسنج والانتي فومنج والفومنج، كل دي بيفسرها لي السيرفيس تنشن. السبريدنج اوف ليكويدز اللي هي كابيتال اس، اللي هي ability of one liquid to spread over another liquid، ودي بإذن الله هيكون برضو عليها problems هنشرحها مع بعضين. القانون عندي بيقول اللي هو بسميه spreading coefficient S equals gamma A اللي هو ال essential liquid over which another liquid will spread on its surface minus gamma B اللي هو الليكويد التاني اللي يحصل اللي هيعمل spreading على الليكويد الأساسي بلس. هنا في هذه الحاله هلاقي جاما ايه مقسومه على جاما، قصدي جاما ايه مقسومه على بي، يعني جاما ايه داش بي. في هذه الحاله بقول هنا انترفيشال تنشن وليس سيرفيس تنشن، لانه بين ايه وبين بي تو ليكويدز. يبقى وضحت ان هنا الاس سبريدنج كوفيشنت والايه اللي هو الجاما ايه السيرفيس تنشن اوف سب لاير اللي هو الليكويد الاساسي اللي هيحصل عليه سبريدنج، جاما بي اللي هو السيرفيس تنشن اوف سبريدنج ليكويد الليكويد اللي هيحصل له سبريدنج، وجاما اي بي ده الانترفيشال تنشن بتوين ذا تو ميسبل ليكويدز او التو ليكويدز اللي عندي. طيب في احتمالين، لو عندي الاس طلعت الفاليو بتاعتها بصفر بزيرو او ببوزيتيف فاليو اي فاليو ثانيه يبقى يحصل سبريدنج للليكويد. طب لو طلعت بالنيجاتيف يبقى ما يحصلش سبريدنج والليكويد بيكون لينز او دروب، جاست دروب او سبوت على سطح السيرفس. وعندنا اكزامبلز ليها كتيره الحاجات ما يحصلهاش سبريدنج زي مثلا البترول على سطح الميه، وفيه حاجات بيحصل لها سبريدنج على السيرفس ممكن زي الاويل مثلا بيحصل له سبريدنج. يبقى احنا عرفنا الفاليو اللي هي ممكن تاثر لنا على السبريدنج، لو زيرو او بوزيتيف فاليو يحصل سبريدنج، لو ما حصلش بيبقى بنيجاتيف فاليو. ممكن ايضا نحسب السبريدنج كوفيشنت باستخدام الورك. هنقول ان الاس ايكوالز ورك اوف ادهيجن ماينس الورك اوف كوهيجن. هنا بستخدم الادهيجن فورس والكوهيجن فورس. في هذه الحاله الاس بقول عليها سبريدنج كوفيشنت، WA is work of cohesion و C is work adhesion و work of cohesion و WA work of adhesion. ده في هذه الحالة بنقدر نحسب spreading coefficient. لابد ان هي في هذه الحالة تكون النتيجة طالعة positive value او صفر، يعني لابد غالبا يكون work of adhesion اكبر work of cohesion عشان يحصل spreading. لأن اتفقنا ان قيمه الاس لا اما تكون صفر او اكتر من الصفر، مش اقل من صفر، مش بالنيجاتيف.
عشان يحصل سبريدنج الليكويد لابد ان الدبليو اي تكون بتساوي الدبليو سي او اكبر منها. هنا في سولفنت اكزامبل، في بروبلم على ازاي نحسب سبريدنج كوفيشنت. بيقول لي ايه ليكويد، ليكويد اي او ليكويد بي اوف سيرفيس تنشن مدهولي 32 داير بالسنتيمتر ميكسد ويز ليكويد اي. لازم نحدد الليكويد الاساسي، يا اما الايكويشن تتكتب غلط. فهنا الليكويد اللي يحصل سبريدنج ليه اللي هو البي، والاي هنا ميكسد ويز ليكويد اي، يبقى هو ده الاساسي اللي موجود عندي، واحط عليه الليكويد التاني. يبقى الليكويد الاساسي عندي اللي هو بيدي سب لاير اللي هو الليكويد اي، اللي هو يتكتب في الاول هنقول جاما اي. طيب اوف سيرفيس تنشن مديهولي 72.8 داين سنتيمتر. اول ما اقرا الرقم ده يتبادر لذهني ده بتاع الووتر، الديستيلد ووتر، وقلنا نحفظه قبل كده زي اسمنا. اف ذا انترفيشال تنشن بتوين تو ليكويدز ووز فاوند مديهولي تو بي 48.3 داين بير سنتيمتر، كالكوليت ذا سبريدنج كوفيشنت اس اند شو اف ليكويد سبريد او سبريد اوفر ليكويد اي اور فورمز جلوبيول. يبقى الحل هنقول هنا في هذه الحاله بنقول ان الاس كابيتال اس بتساوي جاما اي، وقلنا جاما اي ليه ما حطناش جاما بي ليه، لان هو الاساس اللي يحصل عليها سبريدنج هي الاي ليكويد اي، ماينس جاما بي بلس الانترفيشال تنشن بتوين ذا تو ليكويدز اللي جاما اي بي. هنلاقي النتيجه تطلع عندنا عوض بالقيم اللي عندنا تطلع 7.5، يبقى قيمه ماينس 7.5 تطلع قيمه نيجاتيف. يبقى في هذه الحاله هيحصل سبريدنج الليكويد؟ لا مش هيحصل سبريدنج الليكويد، لكن هيعمل ايه؟ جلوبيولز، هيعمل جلوبيولز او يعمل سبوت او يعمل لينز اللي اي ان اس او جلوبيولز او سبوت، هيعمل نقط متقطعه وليس سبريدنج كامل. يبقى هنا مفيش سبريدنج عندي خالص. كونتاكت انجل سيتا، بنعرف الكونتاكت انجل سيتا اللي هي الانجل بتكون موجوده بين الليكويد فيبر انترفيز مع السوليد. يعني انا عندي هنا ثلاثه انترفيزز، انترفيز بتوين ليكويد اند فيبر، وانترفيز بتوين ليكويد اند سوليد، وانترفيز بتوين فيبر اند سوليد. يعني ليكويد فيبر وبعدين ليكويد سوليد وبعدين فيبر سوليد، يبقى في ثلاثه انترفيزز في هذه الحاله. يبقى احنا بنقول ان الكونتاكت انجل ان هي بتكون ديتيرميند باي ذا انتر اكشن اكروس ذا 3 انترفيسز، نقطه التقاطع بنحسبها من نقطه التقاطع ما بين الثري انترفيسز اللي هم بتشمل الانترفيس بتوين السوليد والبيبر وبتوين الليكويد والسوليد وبعدين بتوين الليكويد والبيبر. بنقدر نحسب ذيس فيجر الستريت the contact angle between the three phases. This table illustrates the contact angle between liquids and solids. In general, if the contact angle is zero, complete wettability will occur. Complete wettability of solid by liquids بيكون كامل، يبقى ما يكون القيمة zero، contact angle zero، هيحصل complete wettability. طيب لو الدرجة 90، لو عندي الانجل كونتاكت انجل 90 درجة يعني قائمة، يبقى دي هتبقى العملية كريتيكال، يعني ممكن يحصل ويتابيليتي او ما يحصلش according to the nature of both phases liquid والسوليد. طيب لو اكتر من 90 هيبقى فيه بور ويتابيليتي، طب لو اكتر بقى من 120 او وصلت 180 يبقى impossible ويتابيليتي. يبقى هنا هتبقى استحاله، يبقى عشان يحصل كومبليت ويتابيليتي، طب اقل من 90 بيحصل ويتابيليتي بس بدرجات مختلفه، كل ما بنزل في درجه الكونتاكت انجل بتزيد الويتابيليتي. As the angle of contact decreases the ويتابيليتي will هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها ديكريز الانجل اوف كونتاكت، يبقى الويتابيليتي هتزيد. كل ما بقلل الانجل اوف كونتاكت كل ما بزود الويتابيليتي لغايه ما نحصل لماكسيمم ويتابيليتي اد زيرو انجل اوف كونتاكت. طيب عند 90 قلنا احتماليه اكوردنج ذا نيتشر، طب اكتر من 90 خلاص ما يبقاش فيه ويتابيليتي بدرجات مختلفه برضه اكوردنج نيتشر اوف
تو فيزز السوليد والليكويد لغايه ما نوصل مثلا ل 180 درجه، يبقى استحاله الويتابيلتي، الويتابيلتي بتكون مستحيله. Pharmaceutical application of surface tension. The surface tension mainly applied or have great effect or impact in drug industry. مهم جدا. It is very important in preparation of emulsion. تحضير الامالشن في عملية الجرانيوليشن قبل ما بنحضر التابلت. بيستخدم برضو، بيبقى ليه ابلكيشن في الفيلم كوتينج. برضو السيرفيس تنشن، برضو السيرفيس تنشن بيكون عملية مهم جدا في عمليه الديسوليوشن اوف دراجز، الديسوليوشن والديزنتجريشن اوف دراجز من التابلتس والكبسول، لان بيأثر لي على معدل الذوبانيه، الديسوليوشن والذوبان في نفس الوقت. ليه؟ لانه بيأثر لي على السيرفيس اريا اوف كونتاكت او الانجل اوف كونتاكت بتوين ليكويد اند سوليد، وبالتالي بيأثر لي على السوليبيليتي او الديسوليوشن اوف دراج. برضو ليه تاثير على السبريدنج اوف لوشن على السيرفيس اوف سكن. كل ما بقلل السيرفيس تنشن، السيرفيس تنشن كل ما بايه بتزيد السبريدابيليتي عندي، بتزيد السبريدابيليتي عندي، كلما قلت يبقى بزود ايه السبريدابيليتي عندي على السيرفيسز. برضو بيأثر لي على السبريدنج اوف اوينتمنتس على العينين، وده مهم جدا برضو، كل ما بقلل بيكون السبريبيليتي اعلى. ديسانفكتد، في حاجه ديسانفكتد ان هو برضو الحاجات المطهرات اللي هي زي الديتول والسابلون دي ممكن تموت لنا المايكرو اورجانيزم، لان بيقلل السيرفيس اريا اوف كونتاكت بتوين المايكرو اورجانيزم اند ديسانفكتد، وبالتالي بيحصل انتمت كونتاكت بتوين الديسانفكتد اند المايكرو اورجانيزم سيل، بيؤدي الى موت او الكيل اوف ايه البكتيريا سيل، خلاها تفقد الحياه بتاعتها نتيجه بيحصل ديجنريشن او بيحصل رابتشر للايه السيل وول بتاعها. كونكلوجن هنا بتاعنا اللي في الفيزيكال فارماسي في هذه الشابتر او المحاضره، بنقول عشان نستفاد بالسيرفيس تنشن في الدراج اندستري او الفارماسيوتيكال اندستري، لابد ان احنا نقلل القيمه بتاعته، نقلل القيمة بتاعته، لابد نحصل على قيمة أقل ما يمكن حتى نحصل على فائدة عالية جدا، نحصل على فائدة في الديسوليوشن، في الديزنتجريشن، في الجرانيوليشن، كل ده يهمني في الفارماسيوتيكال اندستري، لابد إن السيرفيس تنشن يحصل له ريدكشن، وده اللي هنناقشه في المحاضرة اللي جاية اللي هي السيرفاكتن. عشان نقلل السيرفيس تنشن بنستخدم وات از نون از سيرفاكتن، اللي هنشرحه بمشيئة الله بالتفصيل في المحاضرة القادمة.